لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا مع حديث أصحاب قصة أصحاب الأخدود. وكنا قد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. انظر معي، الراهب يعني يقر لتلميذه الذي رباه لأنه قد صار أفضل منه وبلغ مبلغا عظيما في طاعة الله عز وجل والولاية لله تبارك وتعالى، حتى أجر الله تبارك وتعالى على يديه تلك الكرامة وهي قتل الدابة التي كانت تمنع الناس من السير، ولكن يخبره بسنة من سنن الله عز وجل في عباده وفي خلقه، وهي سنة الابتلاء، وهي سنة، وأنه ما دام قد بلغ هذا المبلغ فستجري عليه سنة الله تبارك وتعالى، ستبتلى. انتبه معي، فإن ابتليت فلا تدل علي، وهذه أيضا فائدة عظيمة وهي عدم استجلاب البلاء. انتبه معي، إذا كان البلاء سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، و يعني أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل حتى يبتلى الرجل على قدر دينه، إلا أنه لا يجوز لك أن تستجلب البلاء. شتان بين يعني أن يأتيك البلاء ولم تستجلبه وبين أن تستجلب. تستجلب البلاء لا يجوز، انتبه معي، تستجلب البلاء تستدعيه لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا تدري هل ستثبت أم لا تثبت أم تفتن، فلا يجوز لك استجلاب البلاء ولذلك ولا تمنيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية، تبع معي، يسأل الله العفو والعافية ويقول: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، لا تتمنوا لقاءه لكن إن لقيتموه فاصبروا، تبع معي، ويسأل ربه العفو والعافية صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة وضرورية، إن الابتلاء سنة نعم، ولكن لا يجوز للعبد أن يستجلبه أن يستدعيه، لا، إنما إن ابتلي عليه أن يصبر وأن يرضى ولا يستجلب البلاء. ولذلك يقول له: إنك ستبتلى، ولكن فإن ابتليت فلا تدل علي، لأني لا أدري هل أثبت أم لا، لا أدري، لأنه لا يستجلب البلاء، لأنه لا يتعرض للبلاء. انتبه معي، لكن العبد يجتهد في الطاعة ويجد في السير إلى الله عز وجل، فإذا نزل البلاء بساحته صبر ورضي وسلم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وتضرع وسأل ربه عز وجل وأقبل عليه تبارك وتعالى. طيب، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، هذه كرامة أخرى أجرها الله عز وجل على يد هذا الغلام. انتبه معي، انظر إلى أنه يبرئ الأكمه بإذن الله تبارك وتعالى، والأكمه هو الذي ولد أعمى، ولد أعمى، والأبرص ويداوي الناس، يعالج، والله يجري الشفاء على يديه، يعني يداوي الناس ويعالج، هو سبب، ولكن الله يجري الشفاء على يديه. فسمع جليس للملك كان قد عمي،
جليس من جلساء الملك الذي يدعي الربوبية والألوهية، انتبه معي، هذا الطاغوت. فله جليس، هذا الجليس عمي، فسمع بقصة هذا الغلام وأن الله يعني يشفي الأعمى على يديه، فأتى بهدايا كثيرة جمعها، فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، تبع معي، هذه الهدايا مقابل أن تشفيني، مقابل أن هو يظن أن هذا الغلام هو الذي يشفي، لأنه رجل لا يؤمن بالله عز وجل ولا يعلم أن الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفيني، ويظن أن هذا الغلام يفعل هذا مقابل المال، كعادة أهل الدنيا يظنون أن أهل الدين مثلهم لا يشغلهم إلا الدنيا. تابع، فماذا كان من الغلام الذي آمن بربه وبلغ من الولاية إلى أن أجر الله عز وجل على يديه هذه الكرامات، تابع معي، والذي قضيته في هذه الحياة أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يؤمن الناس بربهم تبارك وتعالى، وليست الدنيا ولا المال، وهذا درس بليغ. انظر، قال له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، أنا لا أشفي أحدا، أنا لا أشفي، إنما الشفاء بيد الله. مهمة الدعاة إلى الله عز وجل أن يعلقوا قلوب الخلق بربهم، وأن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بحقه تبارك وتعالى. مهمة الدعاة أن يأخذوا بنواصي الناس إلى الخير، إلى طاعة رب العالمين، طاعة رب الأرض والسماء، هذه مهمة الدعاة، وليس أن يتمحوروا حول أشخاصهم، وليس أن يسيروا وراء، لا، العبرة أن يطيعوا ربهم وأن يخلصوا الدين لله عز وجل. قضيتهم إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، قضيتهم إخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، انتبه معي، هذه قضية أهل التوحيد، أهل الإيمان. لذلك الغلام على الفور قال له: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فشريطة أن يشفيك الله أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. وانظر إلى العمل الخيري، ينبغي أن يرتبط بطاعة الله. انتبه، سيدنا يوسف عليه السلام، هذا منهج الأنبياء. يوسف عليه السلام لما قالوا له: إنا نراك من المحسنين، يحسن إليهم ويعاملهم بالحسنى في السجن، انتبه معي، ماذا أو يعني هذا الإحسان كان يستعمله أو كانت من غايات يوسف عليه السلام في إحسانه أن يربط الناس بالله، ولذلك قالوا: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. استغل هذا الأمر لدعوتهم للتوحيد الخالص، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. انظر معي، هذه مهمة الأنبياء والرسل، ومهمة أتباع الأنبياء والرسل، أن يربطوا قلوب الخلق بالله، أن يأتوا بنواصي الناس إلى دين الله عز وجل وإلى الخير. فقال له: إن آمنت بالله دعوت الله، في نفس الوقت بقى مش أنا اللي أشفي، لا، إنما يشفي الله، واللي هعمله إن أنا سأدعو الله لك، أدعو الله عز وجل لك ليشفيك تبارك وتعالى. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، عاد إليه بصره، انتبه معي، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ انظر إلى هذا المجرم المتجرئ على الله، وهل أنت لو رب كنت تقول له: من رد عليك بصرك؟ لما كنت رددت بصره، لكنك عاجز، عبد فقير، لا تعرف حجم نفسك. انظر، ف
قال له من رد؟ قال ربي. قال ولك رب غير؟ قال ربي وربك الله، ربي وربك الله. انظر إلى هذا الرجل، لما آمن بالله عز وجل صار داعية يدعو إلى الله عز وجل متبرئا من عبادة غير الله. قال له ربي وربك الله، أنت لست برب، أنت عبد من عباد الله، لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما ربي وربك الله. تبه معي. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، عرف أن وراءه أحد دعاه، بين له الحق، أخذ بيده للخير فعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام. وفي هذا دليل إلى أن ما يحدث من المرء تحت الإكراه لا يضيره، لا يضيره. تبه معي. يعني ما يصيب المرء تحت الإكراه ليس، أو اعترف عليه بس تحت الإكراه والتعذيب، تبه معي. فما والإكراه واخد بالك يرفع الاسم عن صاحبه، هو لم يدل عليه إلا تحت الإكراه، ماذا يفعل بالتعذيب؟ طيب، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قل له، طبعا هو لا يعرف إلا السحر، تبه معي. فيظن أن الغلام إنما يستعمل السحر مثله كما أتى بساحر، تبه معي، يعمل له. قل له: أي بني، بلغ من سحرك أنك تفعل كذا وكذا. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، أنا لست بساحر ولست إنما الشافي هو الله، أنا سبب، أدعو الله فيشفي الخلق تبارك وتعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه. برضو قال: والغلام أتى بهذا منين؟ تبه معي، الغلام لم يأتي بهذا من عنديات نفسه، لابد أن وراءه أيضا أحد، فراح يعذبه حتى دل على الراهب، ويريد أن يصل إلى الأصل والأساس في هذه الدعوة. وهذا شأن المبطلين في كل زمان ومكان، يبحثون عن الأصل والأساس الذي بدأ الدعوة، ويعلم ويربي، لأنه لا يدري، قد يقتل الغلام. طيب، والذي ربى الغلام يربي غيره ويدعو غيره، ويريد أن يصل إلى العقل المدبر كما يقول، يصل إلى الأصل والأساس. فظل يعذب الغلام حتى وصل إلى الراهب، أقر برضه، بل دل على الراهب تحت التعذيب، تبه معي. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. ده بقى ما قالوش ايه، بالك يعذبه حتى يدل، لا، ارجع عن دينك على طول بقى، ما هو ده كده وصل لايه، الاصل، وصل الى الاساس. فقال له: ارجع عن دينك. انظر، فابى، رفض ان يرجع عن دينه، لان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب، ها، لأن يلقى صاحبه في النار، في النار خير له من أن يكفر بالله عز وجل. أبى، لم يرجع عن دينه. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه، مفرق الرأس بين الشعر كده جنب ده، وشقه حتى وقع شقه، شقه نصفين. انتبه معي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذا لما يشتد عليهم التعذيب. تبه معي. لما جاءه خباب بن الأرت وكان يعذب تعذيبا شديدا من مشركي قريش، حتى إنهم كانوا يشعلون النار تحت ظهره فلا يطفئها إلا وتك ظهره، دهن الذي يسيح من ظهره يطفئ النار. انظر إلى هذا التعذيب. فبقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ادعو الله لنا أن يرفع عنا ما نحن فيه. فانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم
كيف كان يربي أصحابه على الثبات على الحق وعلى الصبر على الأذى، ثم يبشرهم بفرج الله عز وجل تبارك وتعالى. انتبه معي، وهذا درس بليغ لنا، بعض من مجرد بعض الأذى البسيط، انتبه معي، ينفلت، يضيع، يفرط، يقصر في جنب الله تبارك وتعالى، لا، ويضع الالتزام، يترك الطاعة، لا، ليس هذا شأن المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم منذ قال له: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. أهو هذا نموذج الراهب، فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يشق بالمنشار نصفين، ويجعل ما بين عظمي ولحمي بأمشاط الحديد، ولا يرده ذلك عن دينه. يمزق نصفين، يعني لحم، ولا يرد ذلك عن دينه. فوالذي نفسي بيده، لا يعني فوالذي نفسي بيده، لا يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني سيأتي الوقت الذي يمكن لهذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لا يجد عدوا ولا كافرا يعرقل سيره. انتبه معي، ولكن المشكلة أنكم قوم تستعجلون. هذه الإشكالية في العجلة، استعجال، آفة خطيرة، آفة خطيرة، فيصبره هكذا. المهم، فشق الراهب نصفين ولم يرجع عن دينه. طيب، ثم جيء بجليس الملك، وانتبه معي، هذا جليس الملك صاحبه وصديقه، لكن صديقه إلا إذا خرج عما يريد، إن هذا الملك عقيم، انتبه معي، صديقه على العين وعلى الرأي، لكن يخرج عما هو عليه ويخرج عن سلطانه، لا، لا يعرفه. انظر، نفس الكلام، ارجع لأخبارك عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه، ده بقى ما إيه؟ ها؟ لم يقتله، انتبه معي، لأنه تصور إن هذا غلام، وستصلح معه الحيل الأخرى، دول ناس كبار، وثبتوا ما قبل، لكن ده لعلنا ايه؟ لعله يرجع. واخبرك ان غلام لا يحتمل، يخوفونه، ثم وما يد ولا يدري ان هذا الغلام قد قال له الرب: انك انت اليوم افضل مني، وانه بلغ مبلغا من الايمان والثبات والولايه لله عز وجل، بل والفهم والبصيره، ما جعله لا يفكر إلا في دينه ودعوته. انظروا إلى هذا الغلام العجيب، انتبهوا، إن شاء الله كده نراه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، ونراه في الجنة، نسأل الله ذلك. انتبهوا، هذا الغلام يعني الذي لم يرد اسمه، لكن انظروا إلى هذا الغلام الذي عاش قضية التوحيد والدين، وليتنا نتعلم منه، ونجعل قضيتنا في هذه الحياة ليست الدنيا ولا كذا ولا كذا، إنما تعبيد الخلق للخالق. فماذا حدث؟ دفعه إلى نفر من أصحابه، من أصحاب الملك، من زبانيته، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه. فذهبوا به، فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. انظروا إلى التوكل واليقين بالله، اكفنيهم بما، انظروا إلى الثقة بالله. مش احنا الواحد مجرد ما يحدث معه أي شيء بسيط يهتز ويضطرب ويحدث ما يحدث، لا، ثقة العبد بربي تبارك وتعالى، تبقى تعلق القلب بالله، اليقين برب الأرض والسماء، هذا ما ينبغي أن يكون. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت.
تمام، فماذا كانت النتيجة؟ رجف الجمل، رجف بهم الجمل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، لم يهرب، لم يقل قد كفيت مهلتهم فاذهب، لا، هو له هدف يريد أن يصل إليه، هو إعلاء كلمة الله في الأرض. كان ممكن خلاص الحمد لله كده ما حدث، أذهب بقى وانصرف بعيدا أبحث عن أرض أخرى وكذا، لا، هو يريد أن يؤمن الخلق يعود إليه مرة أخرى. تابعوا، لأن عنده هدف كما قلت لكم، وعلم أن الله الذي كفاه مؤنة هؤلاء سيكفيه مؤنة الملك، اللهم اكفنيهم كيف شيء. والملك طمست على بصيرته، عميت عيناه عن الحق. طب هذا حدث معه ما حدث، راجع نفسك. لا، وده نسأل الله في العافية شأن المبطلين، إن الإنسان إذا تتابع على المخالفة والمعصية يطمس على بصيرته وقلبه، نعوذ بالله من الخذلان. طيب فماذا كان؟ فقال الملك ما فعل أصحابه، فقال كفانيهم الله تعالى. طيب مش يكف، مش يعلم، مش يؤمن الرب الذي أرجع بصر جليسه وكفى هذا الغلام مؤنة أصحابي وحرس وزبانيتي الذين أرسلهم معه، مش يقف عند هذا الحد ويقول آمنت بالله؟ لا، نسأل الله العفو والعافية، إنما هو مصر على غيه حتى. طيب، فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، قرقور زي الصندوق كده، وتوسطوا البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك ونجاه الله من البحر. انظروا، إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا يعني دخل العبد في دائرة الولاية لله عز وجل فلا خوف عليه. فقال لهم، فرجع إلي مرة أخرى، إصرار عجيب على الوصول إلى الهدف الذي هو تعبيد الخلق للخالق، تصميم، انظر على الوصول إلى هدفه، ويحدث معه ما يحدث فيزداد إصرارا على هدفه. انتبهوا، انتبهوا، يا ريتنا نتعلم فنأخذ الدرس بالإصرار على الوصول لأهدافنا في دعوة الناس إلى الله، وفي إقامة دين الله عز وجل في الأرض، وفي يعني العمل لهذا الدين. انظروا، وهذا غلام، غلام صغير، غلام، كم أتألم لما أجد تقصيرا منا وتفريطا في جنب الله وإهمالا للدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتعلق بالدنيا وانصراف عن دين الله عز وجل بالدنيا وعن الواجبات الشرعية. هذا غلام يعرض حياته، بل يجعلها ثمنا لدين الله عز وجل. فقال له ما فعل، قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. انظر إلى هذا الترتيب وهذه الحيلة الذكية، وكيف لم يعد لهذا الشاب، هذا الغلام، يعني مطلب إلا أن يؤمن الناس بالله ولو كانت حياته الثمن، وده مطلب. فقال له أنت مش هتقتلني، يعني كل ما ترسل أو تفعل سيكفيني الله، لن تؤمن حتى تفعل. ألهمه الله عز وجل هذا، ما أمرك به؟ قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد. انظروا، عينه على الناس، بس مش عينه على الناس ليذكروه أو ليروا عمله، لا، ده هيقتل أمام الناس، هيقتل، ما
مش عينه على الناس ليرائيهم، مش عينه على الناس ليعمل من أجلهم، ده هو سيقتل. ده بيعطيه الوصفة التي سيقتل بها والناس يرون ذلك. إنما عينه على الناس أن يسمعوا ويروا، وقد سمعوا بقصته أنه لم يقتل إلا حينما قال بسم الله رب، فيؤمنوا برب أو يكون قد أقام الحجة عليهم وبلغ الدعوة لهم جميعا. هذا هو الذي يقصده، هذا هو الذي هذا همه، همه أن يبلغ دعوة الله وأن تصل إلى الناس وأن يؤمن الناس بالله ولو دفع حياته ثمنا. انتبه. فقال له: تجمع الناس في صعيد واحد، تصلبني على جذع، جذع نخلة، العود بتاع النخل، ثم خذ سهما من كناناتي. ده كمان السهم من كناناتي، من كنانة الغلام. تبه معي. ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، قتلتني. تبه معي، هي شهادة. وأي شهادة؟ لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لأجل أن تبلغ دعوة الرب عز وجل للخلائق. الله أكبر. حينما يملأ الإيمان القلب، حينما يسيطر على الإنسان حبه لله ولدينه، حينما يمتلئ قلبه محبة للتوحيد ودعوة التوحيد، تابعوا معي، فلا يعبأ بحياة ولا يتعلق بزخارف الدنيا ولا يكون همه ذلك. فماذا فعل الغلام؟ الملك لم يفطن إلى الحيلة وإلى الخطر العظيم، وأنه سيفعل هذا ليقع فيما يحذره من انتشار الإسلام. وهكذا إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وهذه قدرة الرب تبارك وتعالى. انظروا، هل كان فرعون يظن أنه حينما يربي موسى في بيته سيكون هلاكه على يديه؟ انتبه معي. وخلاص بني إسرائيل على يد من يربيه على يدي آدم. انتبه معي، لأن الرب عظيم قدير يفعل ما يشاء. عشان كده لازم من حسن الظن بالله، ولازم أن لابد أن يكون لدينا يقين بالله وأن الله ناصر دينه ومتم نوره تبارك وتعالى. فماذا كان؟ فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كناناته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه. وقع هذا السهم في صدغه. انتبه معي. فوضع يده في صدغه فمات، حط يده على المكان فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، أتاه بقى حراسه ومخابراته ورجاله، رجال دولته. فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. أرأيت ما كنت، أنت كنت بتخاف من إيه؟ مش خايف من انتشار الدين؟ مش خايف من الناس تؤمن بالله عز وجل؟ مش خايف من الناس تتبرأ من عبوديتك وتعبد الله وحده لا شريك له؟ اتوا بقى الرجاله اخبروه باللي حصل، ان قد والله نزل بك حذرك، وقع ما كنت تخشاه. قد آمن الناس، يرعوي، يؤمن بالله، لا، يزداد في جبروته وطغيانه. قد آمن الناس، فأمر بالأخدود، الأخاديد تفتح كده زي الإيه، تخد الأرض، تفتح الأرض كده زي إيه، تشق،
شق الأرض، نبه معي، بأفواه السكك فخدت على الطرقات، شقت يعني في الطرق بين البيوت، سكة الشارع خلاص يفتح ليه؟ الطرق اللي بين البيوت تفتح فيها الأخاديد وتخد وتشق، ثم فخدت وأضرم فيها النيران، أشعلت النيران في هذه الأخاديد. وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. من لم يرجع عن دينه يلقى به في النيران، أو قيل له اقتحم، يقول اقتحم، ففعل. انظروا، هؤلاء توا آمنوا بالله عز وجل، ده لسه آمنوا لا إله إلا الله. ما أشبه حال هؤلاء بحال سحرة فرعون الذين كانوا في الصبح كفر، سحرة كفر، وفي المساء شهداء برر. انظروا ما هذا الإيمان الذي يغير صاحبه بهذه الصورة وينقله من الشرك إلى التوحيد بهذا الوضع، حتى يلقى في النيران ولا يرجع عن دينه. الله أكبر. انظروا، انظروا ولنجد على أنفسنا ليرسخ الإيمان في قلوبنا، لتتعلق قلوبنا بالله عز وجل. سبحان الله، أمر عجيب والله. فألقوا آثار النيران على الكفران، دخلوها لينالوا الشهادة وليموتوا على الإيمان، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقعست، رق قلبها لرضيعها فتقعست أن تقع، فقال لها الغلام وكان رضيعا: انظر يا أمة اصبري فإنك على الحق، أي امضي فإنك على الحق، انتبه لتموت هذه الأمة وتنال الشهادة، ولينال الغلام مراده بإيمان الخلق، وما عليهم أن ماتوا وهم مؤمنون، وما عليهم وقد أدوا الغاية التي خلقوا من أجلها، وماذا يريدون أكثر من أن ينالوا جنات رب العالمين تبارك وتعالى؟ هل هناك نعيم كهذا وفوز كهذا؟ هذا هو الفوز العظيم، أن يلقوا ربهم غير مبدلين ولا مغيرين، لينالوا جنة عرضها السماوات والأرض. انتبهوا يا عباد الله، قصة عجيبة وفيها دروس كثيرة نحتاج إلى تدبرها وإلى فهمها. انتبهوا، أنت لا تدري، هذا الراهب رب الراهب مات ولم يرى إيمان هذه الأمة ونال الشهادة، ولكن كله في ميزان حسناته، لأن الدال على الخير كفاعله. لا تستهن بالتربية وإعداد الأجيال، قد تربي غلاما على يديك على توحيد الله وعلى اتباع سنة رسول الله، ف يكون سببا في إعلاء كلمة الله في الأرض ونصرة دين الله. قد تربين فتاة أيتها الأخت المسلمة على يديك، فتكون هذه سببا، أو تلد وتربي بطلا كصلاح الدين يحرر الأقصى وليقيم دين الله في الأرض. انتبهوا، أنتم لا تدرون، لا تدرون، ولا تستهينوا بالدعوة إلى الله ولا التربية ولا تعليم الناس. ولنأخذ درسا بأن الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلنصبر ولنثبت على الحق ولنمضي على الطريق متوكلين على الله. نعم، لا نستجلب بلاء كما ذكرنا ولا نستدعيه، إنما نلزم المنهج القويم السليم، ولنجعل هدفنا في تعبيد الخلق للخالق
هو قضيتنا في هذه الحياة التي نسخر لها كل ما نملك، ولو كانت حياتنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده عنده، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها، تبكي على صبي لها. حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة امرأة تبكي عند قبر، وده بعض العلماء قال إن هو لم ينهى عن المجيء أو المقابر في جواز زيارة المرأة للقبر، أو إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة بجمع الأحاديث الأخرى. ماشي، هذا من أدلة ذكروها أنه إذا أمنت الفتنة جاز للمرأة أن تزور القبر، لكن لا تكسر من هذا، فإن المكسرات قد ورد الوعيد، لعن الله زوارات القبور أي المكسرات من الزيارة. طيب، فقالت: اتقي الله واصبري. طب ليه ما واحد يقول لك طب ما هو لا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ماشي، فقالت: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني. أمرها بالصبر، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعف. فقيل لا، فما قيل أن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمرها وانصرف؟ أمرها بالمعروف ونهى عن المخالطة. هي بتقول: إليك عني، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، وفي هذا إشارة أنه كان يسير سيرا عاديا، ليس في موكب ولا في حوله الجموع ولا وراءه الجموع الزاحفة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. ليت الدعاة يتعلمون هذا التواضع، و يعني القرب من الناس. انتبه معي، وعدم التكلف. ده كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المتكلفين صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين. هذه هي ليست بعجب من الأولى، لم تجد حراسا على أبوابه، ولا لا، عبد من عباد الله صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه، أبي هو أمي، ظروا. فلم تجد عنده بوابين، لا حراس يمنعونها ولا بوابين يقفون على بابه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني خير يكون ملك النبي او عبد، فاختار العبوديه، ان يكون عبد النبي صلوات الله وسلامه عليه. اتبعوا عباد الله، لان البعض ينسى هذا. لا، هذا من كلما تواضعت وكلما يعني اقتربت من الناس وكان همك الدين والطاعه ولم تتكلف، كلما كان القبول لك وكلما يقبل الناس عليك، يتقربون منك، يعني يقبلون عليك وعلى دعوتك. بعض يظن أنه يعني لابد أن يعيش في القصور ويركب، وما لا، هذا ليس بممنوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، انظروا. ويظن أنه كلما فعل وفعل، لا. انتبهوا عباد الله، العبد كلما اقترب او كلما تواضع وكلما عاش بين الناس داعية بالله بالذات، عاش حياتهم وتواضع واقترب، كما كان حال السلف، اخذوا هذا من نبيهم صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا، كلما كان هذا ارجى في قبول دعوته واقبال الناس عليه. وعن ابي هريره طبعا، فقالت: لم اعرفك، يعني انا لم اعرفك، فقلت ما قلته لك، انك لم تصب بمصيبتي، ولو عرفتك ما قلت هذا وما رددت كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه القاعدة، الصبر عند الصدمة الأولى، أول لحظة تملك نفسك وتحبسها، لما تنزل المصيبة في ساحة العمل فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا. يملك لا يقول إلا ما يرضي ربه. الصبر عند الصدمة الأولى، بحبس النفس عند اللحظة الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. رواه البخاري، رواه البخاري. يقول: ما لعبدي المؤمن، الرب يقول، قول الله تعالى في حديث قدسي ماشي، إذا قبضت صفية يعني حبيبه ولده من أهل الدنيا ثم احتسبه عند الله إلا الجنة. انظروا لهذا الجزاء العظيم، جزاء الصبر، لأنه احتسب، صبر واحتسب، صبر واحتسبه عند الله تبارك وتعالى إلا الجنة. وهذا بيان لجزاء الصابرين، وهذه تسلية لمن فقد ولده، يحرص فيحتسب ويصبر حتى يأخذ بتلابيبه إلى جنة الرب تبارك وتعالى وذلك كرامته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، كان عذابا يبعثه الله على من يشاء في الأمم السابقة، كان عذابا اللي هو إيه؟ الطاعون، فجعله الله رحمة للمؤمنين. شوفوا، كان عذاب للأمم السابقة، لكن أمة محمد جعله الله رحمة لها، شهادة. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، لأنه يعني إذا وقع الطاعون في أهل بلد قال: فلا تخرجوا منها، وللي بره لا تدخلوها أخذا بالأسباب، والآخرون لا يخرجون لأنه هيبقى فرار لأنك بتفر من الزحف، لا تخرجوا، يبقوا فيها. انتبه معي، واللي خارج لا يدخلون، وكانوا كنوع من العزل الصحي زي ما بيقول، اللي بداخلها يبقون صابرين محتسبين، واللي بره لا يدخلون أخذا بالأسباب، أخذا بالأسباب. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له، الا كان له مثل اجر الشهيد. انظروا، رواه البخاري، بصبره واحتسابه ينال الشهاده، يصير هذه الشهاده. زيك معاذ بن جبل في طاعون عمواس، لما بدا اصابه الطاعون كان يقبله، قبل مكانه مرحبا بان هذا، لانه عالم انه سيموت، ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، وإن دي شهادة في سبيل الله، هذه شهادة. وكلما اشتد لحد ما قال قبل، يعني ما أحببت الحياة يعني حبا في الغرس ولا في جني الثمار، لا، يعني يا رب أنت تعلم أنني ما أحببت الحياة من أجل الغرس والزرع ونحو هذا، لا، إنما مزاحمة الركب، ركب العلماء في مجالس أهل العلم. سيدنا معاذ يقول لربه: يا رب أنت تعلم أنا ما أحببت الحياة من أجل غرس أغرس وزرع ودنيا أتعلق بها ولا جاني الثمار، لا، إنما كان حبي للحياة مزاحمة، انتبه معايا، مجالس ركب العلماء، أجلس في مجالس العلم اللي كتير منا للأسف ها ينصرف عنها ويضيع ويفرط، رضوان الله عليه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل يقول: اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته خيرا، عوضت منهما الجنه، يريد عينيه. رواه البخاري، هذا حديث اخر عظيم، بشرى لمن فقد بصره عينيه، من إذا ابتليت عبدي بحبيبتي عينيه، تبه، فصبر رضي وصبر وسلم عوضته منهما الجنة. الجزاء الجنة، شوف جزاء الصبر.
جزاء الصبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.